اهلا بكم مشاهدي ومتابعين قناه اكسترا نيوز وحلقه جديده من برنامج المبادره اللي بنناقش فيه اهم واخر اخبار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. حياه كريمه هو المشروع الحقيقه القومي والتاريخي والانساني اللي بيستهدف التغيير الشامل لاوضاع اكثر من 60 مليون مصري والارتقاء بحياتهم في مختلف المجالات. اهلا بكم مره ثانيه في المبادره. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا. المشوار اللي انا بتكلم فيه ده مشوار ضخم او عبئه اكبر. انا والحكومة او احنا كلنا مع بعض كده لم نغفل وما غمضناش عينينا على حال الناس. محافظة بني سويف بتقوم بتنفيذ قافلة طبية بقرية سنور مركز بني سويف مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات: البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان. وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1400 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. كمان تم تحويل حالة واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج. وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية زي الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، سعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا. الأمراض غير المعدية هي الضغط والسكر والسمنة وأورام الصدر وتنظيم الأسرة. اقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها أو تؤتى ثمارها، حيث تم قطع الحقيقة شوط كبير جدا في أعمال المبادرة الرئاسية بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان واللي بتهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصري. حولت مشروعات حياة كريمة الأحلام إلى واقع ملموس بعد ما انتهت المشروعات اللي بتخدم المواطن البسيط واللي بتحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية. ففي قرى ونجوع محافظة أسوان الحقيقة بيجرى متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة وفق التوقيتات الزمنية المقررة. كمان بيجرى العمل على انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى وإنشاء مستشفيات حديثة وأيضا تدشين محطات مياه شرب وصرف صحي ومشروعات خدمية في شتى المجالات التنموية. من القرى المستهدفة قرى ونجوع الوحدة المحلية لمجلس قروي إقليط بمركز كومومبو بمحافظة أسوان واللي بتضم 16 قرية ونجعة. بتشهد مشروعات المبادرة الرئاسية كمان إنشاء وحدة طب الأسرة، إنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسي وتطوير ورفع كفاءة مركزي شباب عرب كيمة والرغامة البلد، وذلك بنسب بتتجاوز 98% لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء العمارات السكنية بعرب كيمة والمجمع الخدمي والزراعي وأيضا وحدة الإسعاف بإقليط وأيضا إنشاء محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحري بنسب 95% لكل مشروع. بتشمل كمان الأعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرى الرئيسية وتوابعها. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية لجمعية تحسين الصحة لرعاية الأيتام بطنطا. بتأتي القافلة في إطار تعزيز الخدمات المجتمعية اللي بتقدمها جامعة طنطا ودعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولتعظيم مخرجات مظلة الحماية الاجتماعية اللي بتوفرها الدولة المصرية للمواطنين لكافة الفئات وتطوير الجوانب الخدمية للمنظومة الصحية بمحافظة الغربية. قدرنا
ان احنا نحسن حياة الناس، نعينهم على دنياهم، يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. جه ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. مش انتوا امنتوني عليها؟ مش انتوا امنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الأمانة. رئيسنا قالها، رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. أنني سأعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله، بثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة. شهدت محافظة مطروح قافلة طبية مجانية لحياة كريمة لقرية الحلزين غرب مرسى مطروح، واللي بتستمر على مدار يومين. القافلة بتشمل أطباء من تخصصات التخدير، البطنة، الصدر، العظام الجلدية، وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العادية، والنساء والتوليد والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء طبعا العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان. المزيد في سياق هذا التقرير. هي بنباشر أعمال القافلة الطبية العلاجية تبع الحياة كريمة ضمن قوافل الطبية التابعة لمبادرات 100 مليون صحة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الحقيقة قد إيه نجد الاهتمام من الدولة المصرية بالمواطن المصري في أي مكان، يعني على مستوى الجمهورية. إحنا موجودين في الصحراء دلوقتي، والقافلة العلاجية بتقدم الخدمات العلاجية لسكان المنطقة عن طريق تقديم عيادات متخصصة في الأطفال وفي النساء والتوليد وفي الجراحة العامة والبطنة والمعامل، وكمان معانا عيادة تنظيم الأسرة وخدمات تنظيم الأسرة كاملة بتقدم في المنطقة. كمان معانا التثقيف الصحي بنقوم به في المنطقة وسكان المنطقة من المواطنين عشان نرفع الوعي الصحي. احنا في ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة علاجية طبية مجانية، عندنا استشاريين من الأطفال والبطنة والنساء والجراحة وتنظيم الأسرة، عندنا عيادة الأسنان، عندنا معمل لعمل فحوصات مجانا، عندنا صيدلية صرف العلاج مجانا، عندنا طبعا خدمة الأشعة. في حال احتاج المريض لإجراء غير متوفر بالقافلة يتم تحويله لأقرب مستشفى بالتنسيق مع المديرية ووكيل الوزارة. كل هذا يتم مجانا بدون أي تحمل أعباء للمريض. إذن مشاهدينا الكرام، بكده تكون انتهت هذه الحلقة من المبادرة، كنت معكم فيها نانسي نور، إلى اللقاء. في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك هيخليك تتنام.
تميز نملة ساعة اتنين ما تنامش ما تسنين انت ما بتقومش احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب البلدي والمصر الاكبر متحيز ولا اي امور في حياتك خلي البلدك اكبر حيز راجع بقى ربوك حسابات أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بجينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل حمام مطبخ أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر تحيا حياة كريمة يا ابن بلد